السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيحها قناة الرافدين، والتي بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا، اليوم الموضوع سيكون عن وضع النساء في العراق. هناك معاناة لملف النساء بشكل عام في العراق، ما بين معتقلات، ما بين نازحات، ما بين أرامل، ما بين مطلقات، ما بين مشردات من منازلهن، وهناك حالات تعذيب وحالات تعنيف للمرأة، وكثير من مآسي تشهدها كثير من الأسر العراقية التي تعيلها النساء. طبعا هناك تقارير دولية قديمة وجديدة سنتحدث بها إن شاء الله في هذه الحلقة، تثبت أن الوضع لم يتغير منذ عام 2003 وحتى هذا العام عام 2019، أي بعد 16 عاما لا يزال وضع النساء العراقيات من سيء إلى أسوأ بفضل حكومات متعاقبة لم تكترث لملف النساء بشكل عام، لم تعر اهتماما ملف الأرامل، الأيتام، ملف النازحين، ملف المعتقلات، كل هذه الملفات التي تتواجد فيها النساء والتي تتضرر فيها بشكل كبير. نستمع إلى مشاركاتكم وتعليقاتكم بعد هذا الفاصل. بعد عمري راتك ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي، اريد ولدنا، كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك، شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولادي، وين ادورهم يا ابويا؟ والله اثنينهم رغوا مني يا عيني يا ابو، وين اروح؟ والله اتوغل اداوي مالي يا غد، بس امي يا ابوي اريد يجيبوني يا ابوي، يدوروني يا ابوي، يرجعوني يا ابوي، بس بالدنيا شريت منهم مسجونين، ما يخالف محجوزين، شباب مثلك شغال بعدهم يا ابوي. والله صار مثل التجر، وين اروح؟ وين الطوجي؟ لمن الطوجي؟ هاي الرحاليه مهجومه، كل شيء ما فيها، جينا هنا وكبشهم هنا للغامرين، خجل على الرزازه. يعطيكم العافيه وليدي بعد عمري، لك توصل صوتي وين ما كانت وصلت، طالب لبيهم يا عيوني يا ابا ولادي، يا ابا جنين قلبي يا ابا، مالي غيرهم يا ابي يا ابا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنسرد لحضراتكم الآن مجموعة من التقارير التي بدأت منذ الاحتلال عام 2003 ووصولا إلى عام 2019، كيف اختلفت هذه التقارير الصادرة من منظمات دولية حقوقية معنية بحقوق الإنسان، معتد بها حكوميا، دوليا، رسميا، عربيا، سموها ما شئتوا، أي مكان موجود في العالم، منظمات رصينة لها مصادرها ولها طرقها. هذه المنظمات كان أيضا يشهد بها أو يستشهد بتقاريرها من قبل من في السلطة الآن، عندما كانوا أو كان يطلق عليهم معارضة في النظام السابق. إذن هي منظمات رصينة ولها وزنها واسمها. نبدأ في أول تقرير لدينا لنذكر حضراتكم به، عام 2003 صدر من منظمة Human Rights Watch، تتحدث فيه أو تصدر تقرير حول مناخ الخوف المسيطر على المرأة العراقية باعتبارها ضحية للعنف الجسدي والاختطاف. وعززت المنظمة تقريرها بشهادات حية عن تقاعس الشرطة العراقية وقوات الاحتلال الأمريكية في حماية المرأة. بعد 4 سنوات من هذا التقرير صدر تقرير عام 2007 من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقول: أصبح مصير النساء في العراق مصدر قلق متعاظم مع تزايد التقارير عن عمليات القتل والاغتصاب والاختطاف، فضلا عن الترهيب والاضطهاد. في عام 2019
وبعد 16 عاما على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد 16 عاما على بدء الاحتلال الأمريكي على العراق، دخلت منظمة العفو الدولية أيضا بتقارير أو بتقرير جديد تصف فيه وضع العراقيات النازحات في المخيمات. والنص كالتالي: دابت منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى بصورة مستمرة على توثيق العقوبات الجماعية التي تتعرض لها العائلات النازحة، ولا سيما الأسر التي تعيلها النساء، حيث ينظر إلى العديد منهن بأنها أو من هذه العوائل بأنها من مؤيدي الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم تنظيم الدولة نتيجة أمور خارجة عن إرادتها وسيطرتها، من قبيل القرابة مع رجال انخرطوا بطريقة ما مع تنظيم الدولة حتى وإن كانت هذه القرابة بعيدة. فجرى عزل هذه الأسر ونبذها من قبل باقي فئات المجتمع، وذكرت مثل هذه العائلات أنها هجرت أو جرى إخلاؤها قسرا أو القبض على أفرادها أو هدم بيوتها أو نهبها أو تعرضت للتهديدات وللإساءة والتحرش الجنسي والتمييز عقب عودتها إلى أماكن سكنها الأصلية. كما شاهدتم واستمعتم، لا فرق يذكر بين أول تقرير منذ أول يوم للاحتلال أو بعد دخول الاحتلال بأيام قليلة أو بأشهر قليلة وغزو الولايات المتحدة للعراق من تقرير هيومن رايتس ووتش، وبعد 16 عاما من تقرير منظمة العفو الدولية، مرورا طبعا بتقرير منظمة الصليب الأحمر. نأتي الآن إلى أحدث التقارير أو أحدث المعلومات الخارجة من السلطة، من رحم هذه السلطة الموجودة في العراق. لجنة حقوق الإنسان النيابية قالت إن الأرامل يعشن وضعا مأساويا محزنا في بلد ريعي مثل العراق. وأكدت مقررة لجنة وحدة الجميلي أن شريحة الأرامل هي الأكثر ظلما وضررا، وشددت على أن الحكومات السابقة والحالية لم تعمل على إنصاف هذه الشريحة المهمة من خلال توفير سبل العيش والحياة الكريمة لهن. أيضا أوضحت أن عدد الأرامل في ازدياد نتيجة سقوط العديد من القتلى خلال السنوات الماضية، فضلا عن الأعداد الكبيرة للمفقودين والمغيبين في السجون الحكومية. وطبعا المفقودات والمغيبات، هذا ملف أيضا ملف شائك وملف وحده يحتاج إلى حلقات كثيرة لنتحدث فيه عن وضع النساء العراقيات في المخيمات، في هذا الذكر أو في السجون عفوا. في هذا الذكر تحديدا لدينا رسالة جاءت على الواتساب من أحد المشاركين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي العزيز، أرجو إعداد تقارير عن معاناة النساء عند زيارة أولادهن في سجن الناصرية. يوجد تعتيم إعلامي عجيب عن سجن الناصرية. أولا، تذل المرأة عند دخول الناصرية من السيارة المؤجرة وتركب سيارة إلى فندق هم يختارون وخدمات صفر. في الساعة الثالثة ليلا تأتي مجموعة من الرجال المدنيين يأخذونهم إلى السجن. ثانيا، توجد حالة شراء المبردات للسجين من خارج السجن وعلى حساب أهله. وثالثا، لا يوجد في الحانوت أي في مكان بيع الطعام إلا الإندومي الذي دمرهم تدمير. وأرجو التأكيد على إهانة المرأة وهي تزور ابنها أو زوجها. هذه رسالة من أحد المشاركين على الواتساب يذكر فيه معاناة المرأة التي تذهب لزيارة زوجها أو ابنها في سجن الناصرية بطريقة إذلال وإهانة وتخويف وترعيب وترهيب كذلك، وبعيدا عن كل حقوق الإنسان في التعامل حتى في المعتقلات أو حتى مع من هم خارج المعتقلات. معنا سيد زكي من البصرة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا نتكلم عن معاناة المرأة من الاحتلال إلى هذا اليوم. نعم. راح نلقاها مأساة، يعني لا يسعها ساعة أو ساعتين أو وقت، إيش قد ما يكون ما يسعها. لأن معاناة عاشت أصلاً حتى قبل هذا الوقت. بس الأكثر صار بهذا الوقت. رغم إنه هسه نقول دولة وتدعي انها مسلمه وتدعي انها كذا وديانه وطبت بها حقوق الانسان، بس مع الاسف يعني حقوق الانسان تنظر من جانب واحد وتترك الجانب الثاني. يعني تباعدها من مصلحتها بس، ما تباعدها من مصلحه انسانيه. فاليوم من تجي حقوق الانسان، مفروض حقوق الانسان من تلقى غلط بالسجون تصححها وتعترف عليه،
وترفع وترفع للحقوق الإنسان الدولية. ولكن المنظمات الدولية يا سيد زكي، المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة كذلك تنشر تقارير تكشف فيه حجم المعاناة الموجود في العراق وما يعانينا النساء العراقيات الموجودات في الداخل. لماذا لا تتحرك إذن السلطة؟ لماذا لا تتحرك السلطة؟ يعني خلص الواجب، واجب التقارير، واجب هذه المنظمات أدت دورها وأوصلت إلى الناس أو إلى السلطة حجم المعاناة في حال كانت هذه المعلومات غائبة عن السلطة. أين دور الحكومة؟ مشكلة أستاذ العزيز، مشكلة اليوم حكومتنا الجليلة يعني كل من يريد شلون نقول بالمثل العامي يحمص الخبزة مالته ما له غرض. اليوم يريد يجمع فلوس ما له غرض، تنتهك ما حقوق مرأة، يقتل الشعب، يجوع، يموت، يطب الاطراب، يصير ارهاب، يصير مخدرات، ما له غرض. اليوم الحكومه تنظر لمصالحها، ما لهم علاقه بالمرأة اذا انتهكت او تعرضت لمعامله غير لائقه او اساء لها الادب كذا شخص او يعني ما انطوا. طيب اتركنا 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 من الحكومه، الحكومه مغسول ايد الناس منها ومنتهين من موضوعها. احنا مجتمع في العراق مجتمع عشائري، مع ذلك لم نرى تحركا من كثير من العشائر العراقية العربية لقضية النساء الموجودات في المعتقلات أو النساء الموجودات في المخيمات أو النساء التي يتبضعن أو يتسون في الشوارع والذين يبحثون في المزابل عن طعام. يعني لا يوجد تحرك حتى مجتمعيا عشائريا. إذا قلنا الحكومة منتهي دورها والحكومة ما تفكر بهذا الموضوع، طيب حتى احنا عندنا دور سلبي من قبل العشائر اللي هذا الموضوع بالنسبة لهم، بالنسبة لقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم، هي خطوط حمراء. المرأة هي خط أحمر بالنسبة للمجتمع القبلي العشائري. صحيح، لا صحيح والله أستاذ العزيز. اليوم يعني نقول العشائر البصرية ما يباوع، بس المشكلة اللي ويا عشيرته ما له غرض. يعني هم تنظر من جانب كحكومة، الحكومة هم تباوع المصالحها، العشيرة نفس الحالة، تقول اليوم أنا عشيرتي تعرضت المرأة إلى إساءة، توقف وترد، فما له غرض مثلا يجتمعون كلهم على حكاية وحدة ويطلعون مظاهرات ويرفعون كتب حقوق الإنسان ويرفعون الشكاوي وكذا ويتحركون من هذا الجانب كمجتمع، ما لهم علاقة. اليوم إذا تحركوا من هذا الجانب وطلعوا وسووا مظاهرات أو قدموا شكاوى بحقوق الإنسان، يجوز راح يتغير هذا الجانب. نعم. يجوز راح نشوف حال المرأة بحالة أفضل من هذه. ليش هسه احنا يعني بجميع مؤسسات الدولة المرأة مهمشة؟ صح ولا لا؟ نعم. طيب. ترجع يعني اكو نساء هسه بالسجن بالسجن، اكو نساء بتهم زور، اكو نساء شك واشتباه، اكو نساء يعني واجد امور وما حد ينظر لهم. يا اما عندها عشيره قويه وعندها عمام وعندها اهل، ها سعوا لهن طلعوهن. طيب ها، واللي ما عندها ظهر ظلت نايمه بالسجن. اشكرك زكي، شكرا لك، كنت معنا من محافظه البصره، شكرا للمشاركه. معنا السيدة أسماء من ديالى. سيدة أسماء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولكل تابع القناة. طبعا أستاذ محمد أنا اليوم حبيت أشارك وياكم بهذا الموضوع. تفضلي. أستاذ محمد، بالبداية أقول إن شاء الله يا ربي يفرج عن كل المعتقلات، النساء المعتقلات، والله يكون في عونهم. طبعا بالنسبه لنا احنا استاذ محمد احنا ناجحات، احنا يعني نساء ناجحات، انا بنت ناجحات تقريبا من 2007 احنا ناجحين، لحد الان ما راجعين لبيوتنا، ما عندنا بيوت، يعني حتى لو نرجع احنا نخاف من الخطف من القتل من كل شيء في دياله. فاستاذ محمد احنا من حقوق المراه
واحدة من الفصول الثاني بنت ناجحة انه ضاعت عند المستقبل الدراسة. يعني مرات اذا تكلمت بمواضيع اللي تتكلم عن الدراسة وعن هاي الشغلات في برنامجكم وفي قناتكم، يعني انا ناجحة من 2007 كملت الدراسة المتوسطة، حاولت هواي انه اكمل المستقبل يعني دراستي، يعني ما قدرت لحد الان. انا مستقبلي ضايع، يعني هاي وين الحقوق؟ وين حقوق المرأة في العراق؟ وين هاي الحقوق؟ لحد الآن أنا أنتظر إنه يوم من الأيام أرجع أكمل دراستي وأرجع لمحافظتي، بس ماكو أمان، نخاف من الاعتقال، نخاف من كل شيء. يعني ليش يجبر أو تجبر النساء في العراق، على مع احترامنا واعتذارنا للمستمعين الكرام، على سلوك طريق غير الطريق الصحيح، تجبر المرأة على هذا الشيء، تبعد عن الدراسة، يقتل زوجها أو يعتقل بلا معيل بلا دعم حكومي؟ ما الذي يمكن لمرأة أن تفعله في هذه الظروف وهي تعيل أطفال؟ في كثير من الأحيان يعني مع اعتذارنا، هناك من لا يستطيع التحمل يسلك طريقا خاطئا من النساء ويسيء لنفسه وللمجتمع، مضطر بسبب ابتعاد السلطة أو غياب دورها عن دعم شريحة النساء والمرأة. طيب سيدة أسماء، حضرتك إن دراسة بعيدة عن الدراسة بسبب ظروف التهجير، طيب كيف يمكن أن تستمري بهذا المجال أو تستمري أو تكملي ما تريدين في بلد كالعراق؟ ما هي الحلول التي أمامك الآن؟ والله أستاذ محمد، أنا أنتظر من السياسيين، إحنا يوميا جايين نتابع الأخبار بس ماكو حل، ينتظر يوم بيوم، إحنا بوقف قدام، كل إحنا يعني بالابتدائية، يعني كل كنا صغار، ما نعرف شيء، يعني كنا صغار ما نعرف شيء، بس من صار يعني من بعد سقوط النظام وسقوط يعني الجهات هاي السياسيين الجدد اللي جاوا، يعني ما قدرنا نكمل دراسه بالعراق، ما قدرنا نكمل يعني نشوف مستقبلنا، يعني من 2003 احنا استاذ محمد ننتظر يوم من الايام ننتظر يعني الشيء يعني نوصل الى ماكو، يعني يوم بيوم احنا نسمع الاخبار، يعني ماكو فد شيء يصرح القلب، ماكو فد شيء يعني احنا ما راح ينتظر يعني السياسيين يسوون شيء، يعني همهم مو الشعب، همهم مو النساء، همهم مو البنات اللي يسمون الدراسه، همهم بس مناصبهم، همهم بس يعني كانوا يحافظون على جيوبهم، على فلوسهم، على مناصبهم، مو همهم من الشعب، الشعب خلي يعني يعيش، خلي يعيش بمذله، خلي يعيش يعني ما يكمل المستقبل، يعني ما يكمل دراسته يكون الى مستقبل، هم مو همهم هذا الشيء استاذ محمد، انا اتمنى من رب العالمين ومن السياسيين عسى ولعل يوم من الايام يعني الله يهديهم واحنا هم نكمل دراستنا، احنا نتمنى بس نرجع لمحافظتنا. استاذ محمد حاولت هواي باستمرار، ما اقدر في الدراسه الكرديه، ما نقدر نتوصل، ما نقدر، احنا نريد نرجع لبلدنا، نرجع لمحافظتنا حتى نكمل دراستنا. انا صديقات عندي كملوا تخرجوا العام او العام تخرجوا، وانا قاعده انتظر جواب من السياسيين او انتظر حل من السياسيين. كان الله بالعون سيدي أسماء، شكرا لك أسماء من ديالى. يعني مأساة حقيقية أنه يضيع مستقبل شابات، بنات عراقيات، فتيات تمر السنوات وهن بعيدات عن الدراسة، عن المدارس، عن الجامعات، بسبب فساد وبسبب سرقات وبسبب ميليشيات وبسبب معارك افتعلت بسبب أخطاء السلطة الموجودة في بغداد. أبو علي من لندن، ما رأيك بما سمعت من السيدة أسماء؟ مستقبل أجيال ضاعت في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة من شريحة النساء تحديدا، فتيات بعيدات عن الدراسة، هجرن قسرا، هناك من تم الاعتداء عليها وتعنيفها، هناك من هي في المعتقل، هناك من هي معيلة لأسرة بلا رجل في مخيمات النزوح، هناك من هي هجرت خارج العراق مضطرة وبالإكراه، ومآسي حقيقية غير الأرامل، شريحة الأرامل وهذه الشريحة وارتفاع عدد المطلقات في العراق الآن، يعني مأساة حقيقية. كيف ترى وضع النساء العراقيات الآن بعد 16 عاما؟
للتحية لكم أخي محمد ولقناتكم الشريفة. حياك الله أخي العزيز. أخي محمد العيد بالموضوع أنه عملاء السلطة بالعراق الآن ينتقدون من يمدح النظام السابق. ينتقدوه بينما كان ذاك الزمن رأيين كانت الماجدة المرأة العراقية تلقب بالماجدة العراقية وكانت تاج رأس كل عربي من الخليج للمحيط المرأة العراقية. يا أخي محمد شوف الآن وين وصلت. أنت لا تتصور القتل اللي صار بالعراق من قبل عصابات والمعروفة العصابات لمن تنتمي حقيقة هي تنتمي للشيعة ولا أبرر منهم الخياس حشاك من السنة اللي صاروا رخيصين. المهم فئة من طائفة أبو علي فئة من طائفة نعم من الطرفين. أخي محمد أنت لا تتصور القتل اللي صار بالعراق بالشوارع الجثث ولا تهجيع ولا اغتصاب النساء بالسجون. يعني ما بلاش لأن الشعب العراقي كان شعب واحد يا أخي. الشعب العراقي كان شعب واحد ولكن فتاوى موجودة لتجار دين فتاوى بأمر من إيران. ثقافة العراق ما موجودة القتل والتهجير أخي محمد. هاي ثقافة جتنا جديدة بعد 2003 لعنة الله على أمريكا وعلى إيران. زين شلون وصل حال الرجل العراقي مع احترامنا للزينين انه كثير من وطرحت الموضوع قبل قليل هذا السؤال كثير من العشائر العراقيه الموجوده في العراق ما قامت تهتم بموضوع النساء الحرائر ماذا يحصل لهن في المعتقلات في السجون في الشوارع التي تنام على الرصيف التي تنام تحت المجسر غيرها من هذه الامور والحالات الكثيره التي عرضناها. يعني شلون صار أو وصل بينا الحال أو وصل بالمجتمع العراقي الحال فئة الشباب والرجال أنه يهملون يتقاعسون عن أداء دورهم الحقيقي في حماية المرأة. أخي محمد عزيز أخي محمد إذا ضباط الجيش والداخلية كلهم دمج والعشائر شيوخ العشائر كلها دمج مسدس أو مجموعة دولارات يتقشمر ويبيع عشيرته ويبيع ناموسه. ما تقول لي استاذ محمد الغيره والناموس منين تجي؟ هو من يا اخي مصيبه وتاريخ الاسلام يقول المعتصم بالله حرك جيش في سبيل امه قالت وين المعتصمه؟ وصل صوتها للمعتصم في ماكو معتصم بالعراق بعد خلصوا اخ محمد. نعم ما تقول استاذ محمد الغيره والناموس وين غيره الناموس العراقيه وينها؟ طيب لما يطلع ابو علي لما يطلع عمار الحكيم سيد ابو علي لما يطلع عمار الحكيم في يوم المرأة العالمي وقدامه بالمئات من النساء ويقعد يخطب عن حقوق المرأة وحقوق النساء في العراق وفي العالم طيب ما يشوف هو او غيره من المسؤولين انه اكو نساء مهجرات واكو نساء بالمعتقلات شلون يتكلمون ويسوون مؤتمر وندوة عن يوم المرأة العالمي وحقوق المرأة وهذه المواضيع وهذه الشعارات الرنانة في حين أن في العراق مصائب بالنسبة لشريحة النساء. أخ محمد يعني عمار من ولا غيره من تاريخهم شنو تاريخهم منين أخي عمار مو قضاها بإيران ولا تر إيران وخدم عسكري بإيران يا أخي عجيب هذول مو عراقيين أخ محمد مو عراقيين العراقي ابو ناموس ابو غيره هذول شنو هذول؟ والدليل عمار ثلاث ارباع الجادريه مو احنا نقول هم يقولون اغتصب املاك الدوله كلها اغتصبها طيب. الجادريه وعنده جمل هناك عنده بسوريا هسه مو انا اقول هم يقولون واحد يرضى على الاخ يا اخ محمد نعم ابو تاخذ الغيره من منين؟ غير تاخذ الغيره من واحد نظيف أبو علي أنا أشكرك للمشاركة شكرا لك السيدة أم عبد الله من بغداد تفضل يا أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراقي شريف صاحب غيرة حياك الله أم عبد الله الله يسلمك أستاذ بنتكلم عن الوضع المرأة نعم فإذا هو وضع الرجل وضع مأساوي طبعا عادي رح يكون وضع المرأة أسوأ من وضع الرجل ليش؟ لأنه إحنا هسه بالوقت الحاضر
المرأة شالت أعضاء كلش كبيرة، يعني بحيث فرض عليها في مأساوي اجتماعيا واقتصاديا، وأصبحت أكثر الأسر خاصة المناطق الغربية والمنفصل هي المعين الوحيد، وديالة قسم من مناطق الجنوب وقسم من الشرفاء اللي راحوا أولادهم وكانوا هم المعينين إنهم. فالمرأة أصبحت في مركز يعني مأساة جدا. فلهذا نشوف يعني بدت هاي المأساة منذ الاحتلال، وخاصة بدوا بأهل الفلوجة وبعدين بدوا بأهل الأنبار وبعدين بالمنصل وبعدين بديالة وبعدين صلاح الدين وقتله وما قتله، ودخلوا النساء بحجة إنه بحجة مشكلة أزواجهم وأخذوهم احتقلوهم بدل من أزواجهم شردوا أطفالهم. زين هذا إسر بيحكي المجتمع اللي قبلي. أم عبد الله، أم عبد الله، مرية مرأة بلا راتب بلا معيل بلا دعم من الدولة، مهجرة بلا مأوى ولديها زمرة من الأطفال هي التي تعيلهم، ما الذي يمكن أن تفعله هذه المرأة في بلد أو في بلد فيه حكومة لا تحترم حقوق الإنسان سواء مرأة أو رجل، لا تهتم بوضع النازحين والمهجرين، بوضع النساء بشكل خاص، الناس بشكل عام؟ هاي المرأة شو ممكن تسوي بنفسها بوضعها؟ أستاذ، هو الوضع اللي بنعانيه إحنا ترى هذا خطة مدروسة، يعني من قبل الأمريكان ومن قبل إسرائيل ومن قبل إيران، تهديم المجتمع العراقي، تهديم المرأة، تشريد الأطفال، قتل الرجال، يعني هذا كله يعني مدروس. فهذا هسه إحنا بنعيش في ظل حكومة يعني ما حسب حساب للغيرة العراقية اللي لازم إنه شلون تحتوي هاي المشكلة. التشريد موجود، النساء بالشوارع، قسم من النساء يعني أستاذ يعني أخلاقيا يعني أنطت نفسها في سبيل إعادة أطفالها مع الاحتضان الشريفات، وقسم بقوا بالعراء، يعني هذا كله مو كل هذا مو غيرة المسؤول اللي موجود حاليا لا يسمع ولا يحس بمعاناة الأطفال والأمراض اللي تعانيها الأطفال والنساء والمعتقلين كلهم مترسة الإله. زين شفنا شيء من الحكومة العراقية يعني بأي تشكيل جديد، يعني إنه يفرجون عن قبة المعتقلين ويطلعوهم حتى إنه يروحون إلى أبنائهم يعيدون بناء أسرتهم، يعني هذا وين؟ كل شيء ماكو، ما شفنا شيء يعني حلو من هاي القيادات ورجال الدين. وإحنا نقول على رؤساء الأحزاب اللي كلهم مؤمنين ويخافون الله على أساس، بس هم ما أحد يخاف من الله، هم اللي هم كان هدفهم تسويد المرأة العراقية وخاصة السنية. السنية ترى محاصرة ومطاردة ترى منذ 2003 ولحد الآن، حتى بدوائر الدولة أستاذ، وحتى بالرواتب، وحتى بالمعاملات الرواتب مالتها. زين هذا ترى موجود، يعني مو موجود. فلهذا نشوف ان المجتمع ترى مجتمعنا ما اعتقد انه الا حل، لان الاسره من كثرت واسره اضمحل بها النوع الاسري، فما اعتقد انه اكو مجال انه التغيير. فهذا كله هم الفهين انه بيبيعون مناصب. اشكرك سيده ام عبد الله، وضحت الفكره. طبعا التقارير التي تخرج من السلطة كما ذكرنا تقارير تفضح جزء من المعاناة، بالعادة التقارير الحكومية دائما ما تكون خجولة وإن كانت تحتوي على الصراحة أو تحتوي على معلومات حقيقية، لكن ليس بالقدر الذي يعكس حقيقة المأساة التي تعيشها المرأة العراقية. لجنة حقوق الإنسان النيابية في تقرير آخر لها أو في دعوة لها دعت إلى تشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاكتظاظ الحاصل في سجن النساء المركزي بمنطقة البلديات. بينت في تقرير لها أن السجن يعاني من مشكلة الطاقة الاستيعابية لاحتوائه على أكثر من 600 نزيلة، بينما العدد المحدد هو 200 شخص، إضافة إلى أن البناء متهالك وغير مؤهل ولا يحتوي على قاعة للأطفال،
وقلة الكادر العامل في السجن الذي تشكو إدارته من ضعف متابعة وزيارة المسؤولين، فضلا عن ملاحظات تخص صلاحية الطعام وغلاء أسعار الحانوت. هذه التقارير تخرج من لجان نيابية في البرلمان في العراق، يعني أقرب طرف موجود إلى السلطة الحاكمة. يعني إن كانوا سيشككون في تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث ويقولون بأنه تنكيل ومحاولة ضرب العملية السياسية في العراق، فهذه التقارير التي تذكر جزءا من الحقيقة عن ما يحدث في العراق هي تخرج من هذه السلطة، ومع ذلك لا يوجد اهتمام ولا يوجد نظر أصلا لملف المعتقلات في العراق كملف من ملفات كثيرة تخص المرأة العراقية. نستمع إلى رأي سيد سعد من الكويت. يا أستاذي مية هلا بيك وتحية لك وللبرنامج الراقي المميز. أستاذي بالنسبة حبيت أسألك، هل يطلع على الأزمة والمأساة السيد السستاني؟ يرجى الانتباه. أيضا النائبات يعني لهم دور فعال في البرلمان العراقي يا أستاذي، ويجب معالجة النساء وكذلك الدواء وتوفير لهم وظائف يا أستاذي، ونرفض العنف ضد المرأة والأفراد والمجتمع والأهالي يا أستاذي. ولا يجوز تهجير الآمنين، وليست من صفات المؤمنين وآل البيت يا أستاذي، ويجب حماية المرأة، ونتمنى من أم نقاء أن ترد عائلتها إليها سابقا المحجوزات والمعتقلين. تحياتي لك. شكرا لك سعد من الكويت. أبو عمر من السليمانية. سيد أبو عمر، أم عبد الله من بغداد، سيدة أم عبد الله من بغداد تقول بأنه هو أصلا وضع الرجال في العراق مأساوي، فكيف بالنساء المظلومات الضلع المكسور؟ يعني هذا الموضوع الذي يذكر دائما عن قضية النساء، إذا كان حق الرجل أصلا في المجتمع العراقي هو حق مهدور مظلوم مذل مهان، مع احترامنا طبعا لهذه للمستمعين على هذه الكلمات لكنها واقع الحال، فكيف إذن بالنساء؟ السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام أستاذ محمد. أقول لك ارجع للفيديو للإنترنت، أكو فيديو صورة وصوت لأحد الأشخاص قاطع رباط، قال بصريحة العبارة، قال مرأة من النساء مو وحدة ولا اثنين ولا ألف ولا ألفين، قال هذني أزواجهم انقتلوا مع الميليشيات، كانوا يداومون مع الجيش ومع الشرطة، فتشوف خلال 5 سنوات مستلمة راتب زوجها على أساس شهيد، مستلمة راتب 2,000,000 خلال 5 سنوات، يعني مال 5 أشهر ماخذه على 400,000 400,000 في 5 أشهر، هاي 2,000,000، بقية السنة 4 سنوات و7 أشهر ماكو فلوس، يا بلوة ايش يساوموها على شرفها؟ هذول أهل الشرف وأهل الذمة والضمير والغيرة والشرف واللي عرضية، ايش نقول عليهم؟ نقول هذول مو عرب، هذول والله العظيم اللي يفعل هذا العربي الأصيل والكافر، العربي الكافر ما يفعل هذا الشيء. زين هذا اللي يفعلها الا واحد جرب من البرج بيرس فارسي ومجوسي، حتى وان كان عربي خلي يعرف كل زين. اريد اقولها، الانسان الشريف ما يسويها، الانسان العفيف ما يسويها، الانسان صاحب غيره وناموس ما يسويها، يساوم مرأة زوجها ميت، دافع عنك ملك، مو هذا دافع عنك، دافع عن المرجعيات مالتك، دافع عن الساده مالتك، هذول تجي تساومها على شرفها. فاستاذ بالنسبة لليتامى أيضا، وأما اليتيمة فلا تقهر، عندنا آية قرآنية يعني لا تقهر لا تزعله، مو إلا تفضي بالمال فقط أو بالهذا، إنك تعرف كيف تداري. هذول أحد يعدهم المال الحرام هو مال اليتيمة أستاذ، يأخذوه مال الأرملة، الأرملة هم تعتبر يتيمة، ليش ما تعتبر يتيمة؟ من يقطعون عنها الراتب، من يقطعون عن المساعدات، هم ونسوانهم يتونسون بهالمليارات. قسما بالله قبل 4 أيام 5 أيام اتصلت بالدكتور عمر، وأنا على نياتي ونيتي صافية، يشهد الله التسجيل موجود، واسأل الدكتور عمر، شفت ايش قلت له؟ قلت له ترى أبو إيفانكا دونالد ترامب عينه مو على طيارة توقع ولا سفينة تحترق، لا ايش قاعد تخلي مليار دولار؟ عينه على آلاف المليارات المسروقة من إيران خلال 40 سنة، عينه على آلاف المليارات اللي انسرقت من العراق ومن سوريا 50 سنة، وبلبنان وباليمن، واليوم الحمد لله طلع كلامي صحيح وقام بمصادرة جميع الأموال المنقولة والغير منقولة من قريب أو من بعيد، أقرباء أولاد هذا المرشد الأعور بإيران
زين وين تسمعوا يا كل واحد دجال معمم وسياسي دجال سرق اموال العراق قسما بالله ما يعرفكم اياه كلها مراقبه وكلها راح ترجع واذا ما رجعت خلي بالعافيه عليه مال 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 الانسان اللي ما ياكله ما يعرف شلون يدير الامانه ما يعرف يجي ظالم ياكلها الله سبحانه وتعالى جاب عليهم هذا الظالم زين يعرف شلون يداويهم ويعرف شلون راح فلا حد يقول انا نائب رئيس اركان الجيش يسرق 18 مليار ليش ما تعرفون بيدي حول الفلوس ليش ما تعرفون ايش يسوي ايش ما يسوي ليش ما تعرفون ابراهيم هذا الجعفري اجلكم الله سفيه هذا السفيه حتى لين بعد ابو عمر حتى لين بعد عن الموضوع لا لا احنا ما هذا عندنا هو مثل مجنون ما انتم عندكم فيديوهات طلعوا لها عليه من يحكي يقول احنا نريد نسوي علاقات مع داعش وجور الموسيقى حلوه هذا هم يا معنى استاذ انا ما قلت شيء انا ما غلطت لا 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 انا اقصد الموضوع حتى لا نبعد عن اطار معاناه النساء العراقيات يعني نعم انا فاهم الى ما ترمي اليه النساء العراقيات يغتصبن في السجون استاذ قسما بالله العظيم هاي معلومات انطيك اياها مو واحده واثنين حتى نساء يعني حبلن بالحرام بالتعدي اعتدوا على شرفها على ناموسها زين اما سعد من الكويت يقول لي والله السيستاني عنده فتوى موجوده على الانترنت بالصفحه مالته يقول المراه المتوفي زوجها ولديها اطفال كي تعيدهم يحق لها التمتع كم مره باليوم ابو عمر شكرا جزيلا شكرا انا فاهم ولكن ليس كل ما يعرف يقال مشاهدينا نستمع الى راي السيد ابو طه من بغداد تفضل ابو طه السلام عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله حياك خاصه عليك حياك الله اهلا وسهلا استاذ محمد بالنسبه للمراه العراقيه هاي العمره العظيمه اللي ضحت ما ضحت واللي نطى الشهداء زين نعم يعني ماكو مثل الام العراقيه وقاعد يعاملوها هاي الحكومة بأسوأ المعاملات بالسجون الاغتصاب التعذيب زين يعني ننزل على يعني أنواع التعذيب يعذبون الأمرة العراقية الشريفة الأصيلة زين نعم اللي ملقبين العراقيين ولد الملحة هاي الأمة العظيمة العراقية هي تسوي هاي الحكومة يعني طيب أبو طه عندي سؤال لحضرتك تفرجنا وأكيد حضرتك شفت المقطع اللي اعتدى فيه عنصر من الجيش على امرأة في مدينة الموصل مع ولدها طيب المرأة العراقية اللي مهجرة في المخيمات والتي هجرت قسرا عندما ترى هذا المقطع وعندما تسمع هذه الأخبار من هنا وهناك عن اعتداء القوات الحكومية التي من المفترض أنها هي التي تحمي العراقيين نساء ورجال أطفال كل الفئات وكل الطوائف عندما ترى أن الاعتداء وقع على مرأة عراقية ومثل بها بهذه الطريقة أشهر بها عن طريق تصويرها وتسجيلها بهذا المقطع الذي انتشر كيف يمكن أن يأتمن الإنسان نفسه في هذا البلد أو تأتمن المرأة نفسها أن تعود إلى منطقتها أو منطقتها في منطقة أو مكان تتواجد فيه قوات حكومية تتواجد فيه ميليشيات طبعا إذا ميليشيات ألعن لأن الميليشيات أصلا خارج القانون لا يوجد قانون يحكمها إذا كيف يمكن أن يأتمن أو يؤمن الإنسان على نفسه على حياته وحياة أطفاله في هذا البلد الذي تعتدي فيه الشرطة على النساء الجيش على النساء يعتدي الميليشيات تعتدي على النساء وعلى الرجال وعلى الجميع طبعا استاذ محمد المرأة العراقية وبالاخص المرأة المهجرة يعني تخاف تطلع من بيتها زين تخاف تفتح بيت بابها وتطلع من الميليشيات المسيطرة على المنطقة نعم زين والأمرة اغتصبوها في محافظة الموصل يعني هاي هزت الكون كله بس ماكو تحرك اكو حكومه صدق لو اكو حكومه صدق واسمها حكومه
هاي المجموعة اللي سوت هذا العمل تنعدم بنص بنفس المكان اللي قاموا بهذا العمل. نعم. بس مع الأسف ما عندنا حكومة. أنا أشكرك أبو طه، كنت معنا من بغداد. المشكلة بالموضوع أو الكارثة الموجودة في هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه قبل قليل، قضية الاعتداء الذي تم على المرأة في مدينة الموصل، أنه قيادة العمليات عندما خرجت لتبرر هذا المقطع قالت بأنه مقطع قديم يعود لحادثة اغتصاب ثانية نفذت عن طريق القوات الحكومية. هذه مصيبة. يعني قيادة العمليات وقعت في شر أعمالها عندما خرجت بهذا التصريح أن المقطع الذي انتشر هو لعمل لحادث ثاني. وكم من حادث انتشر أو لم ينتشر، تحدث عن عملية اغتصاب أو عملية اعتداء جسدي لفظي معنوي بأي الطرق والوسائل التي تمت على أي امرأة عراقية موجودة في أي محافظة عراقية، في الشمال في الجنوب في الوسط بغض النظر. نقرأ بعض الرسائل سريعا من المشاركين على الواتساب. أبو حاتم من مدينة الموصل يقول: أستاذ محمد تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين الكرام. من بعد الاحتلال، من بعد احتلال العراق لا يوجد واحد مسؤول في العراق يشعر بالمسؤولية الوطنية تجاه البلد سوى الانتقام من الأرض والبنية التحتية والموارد الإنتاجية والإنسان. الكل في العراق دافع الثمن باهظ بأمر من الاحتلال، والمواطن عامة رجال ونساء، الكل في معتقل أو في المعتقل العراقي ليس بمأمن على حياته. كل شرائح مجتمع العراق تخلوا عن المسؤولية، أهم الشرائح شيوخ القبائل عامة ورجال الدين. والله غدا لناظره قريب، ناصر المظلومين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستمع إلى رأي السيد أبو حسن من بغداد ثم نعود لإكمال قراءة هذه الرسائل التي تأتي تباعا على خدمة الواتساب. أبو حسن تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم أخي محمد. حياك الله أبو حسن. أسألك سؤال الله يرضى عليك إن شاء الله. نبينا محمد مو حي بالدنيا، حي حي يعني عند رب العالمين. الله أعلم أبو حسن تفضل. الله يرضى عليك. أنا أعطي عندي نداء استغاثة لله ونبينا محمد. يا نبينا محمد يا الغالي، أحبابك انذلوا، تقبل علي إن شاء الله. أحبابك انذلوا يا نبينا يا محمد، يا نبينا يا محمد، يا أغلى خلق الله، يا أغلى 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 شيء بالكون. ترفع أحبابك ينذلون عند السفر المنحطين الكفرة. أنا بس النداء هذا لله وللرسول، غير هذا بعد ما أقدر أحكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما أقدر أحكي بعد أكثر من الكلام هذا. شكرا لك أبو حسن، كنت معنا من بغداد. نكمل قراءة الرسائل سريعا في ما تبقى أو في آخر ما تبقى لدينا من وقت. يقول سعد: هذه العصابات المجرمة أتت لتدمير البلد وأهله، ولذلك لا يستغرب أي فعل من هذه العصابة. قتلوا الإنسان، سمموا الحيوان، حرقوا الزرع، لا محالة سوف يزول الفساد وأهله. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم عبد الخالق الناصر، أشكر قناتكم الرائعة الكريمة، وأشكرك أستاذ، وأشكر الكادر القناة. إلى متى يا حكومة هاي المعاناة؟ ارحموا بحال الإنسان الفقير، ننظلم الشعب العراقي المظلوم، الأمة العراقية المظلومة، ماكو مثل حنية الأم. ليش يا حكومة يا فاشلة؟ شنو ذنب الأمة العراقية أن يعتدى عليها؟ يقول أحد المشاركين: أستاذ، الشريفات في سجن الأحداث قاموا بحرق أنفسهن دفاعا عن شرفهن بعد محاولات الحرس أو الحراس بالاعتداء عليهن. أين نتائج التحقيق؟ حتى المدير العام المسؤول بقي في منصبه دون عقاب، دلالة على الموافقة على الاعتداء. عمر من بغداد يقول: السلام عليكم، من بعد الاحتلال لا يوجد مسؤولين ولا أي مسؤول شريف، لأن كلهم طائفية. أنا اسمي عمر ومحاربيني. عمر بن بغداد أشكر قناة الرافدين. شكرا لك يا عمر. أبو حذيفة تفضل. جعفر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
والله بالنسبة للموضوع هذا، المرأة العراقية هذه الماجدة الشريفة اللي ضحت بأولادها وبنفسها وهي الأم وهي الأب، ومنذ سنين منذ الحرب العراقية القادسية مع إيران والحصار تحملته، وجدت هذه الحكومة من 2003 دمرت كل شيء، كل شيء حتى الضمير كتلته. فالمرأة مهانة، ما لها أي حقوق، تتملت قتلوا أولادها يسموهم، يعني حالة مزرية. أي حقوق للشعب ما عندهم، أي حقوق ما عند الشعب، لا شباب أطالة ولا نساء مثلا يطوين حقوقهم، عندهم أولاد شهداء سجناء. يعني الحديث طويل طبعا. الحكومة هي طائفية وعميلة وخاضعة وخانعة لإيران. نعم جعفر، أنا أشكرك، كنت معنا من تركيا، الوقت شارف على الانتهاء. باختصار مشاهدينا الكرام، منذ أربعينيات القرن الماضي والمرأة العراقية هي مرأة، هي عنصر فاعل في المجتمع العراقي بكافة مجالاته وجوانبه، وخاصة في المجال السياسي كانت متفاعلة وشاركت في انتفاضات وشاركت في مظاهرات وشاركت في عمل سياسي، وقبل ذلك حتى في العشرينيات عملت في العمل الثقافي والأدبي، واستمر عمل المرأة حتى وصلنا إلى هذه المأساة التي نعيشها الآن. في فترة من الفترات الأمم المتحدة أعطت العراق جائزة عن وصوله أو إلى بسبب وصوله إلى مستوى خلا به من الأمية بكافة شرائحه وبكافة طوائفه ومجتمعه، ويعني النساء والرجال. وصلنا إلى هذا الحال، واستمعتم إلى هذا الحديث المأساوي، هو جزء بسيط من حجم المعاناة الحقيقية التي تعيشها المرأة العراقية في العراق، في الداخل وفي الخارج. هناك نازحات عراقيات في سوريا، هناك نازحات عراقيات أو مهاجرات عراقيات مع أزواجهن طبعا أو آبائهن أو بغض النظر في خارج العراق، في بلدان أوروبا وبلدان عربية وبلدان أجنبية وغيرها، خرجوا هربا من معاناة ومن دمار ومن خراب ومن فساد وسرقات وميليشيات وحكومة فاسدة هم يقولون عنها كذلك. استمعنا إلى هذه القصة، لعل وعسى نحن نتساءل، هل بالفعل لا تسمع هذه السلطة الحاكمة أو الحكومات المتعاقبة حال المواطن العراقي إن كان رجلا أو امرأة؟ لا تسمع القصص المأساوية والكارثية عن الذي يحدث للمرأة العراقية؟ هل يحتاج الموضوع أن يتم تسجيله بكاميرا هاتف جوال عن اعتداء على امرأة أو كذا وينتشر في موقع التواصل الاجتماعي ليفضح الفساد الموجود في جهاز الجيش أو الشرطة أو الميليشيات حتى تتحرك السلطة؟ هذا هو السؤال الذي وجه إلى هذه السلطة، ما الأسباب عن غيابك كل هذه السنوات حتى هذه اللحظة هناك معاناة؟ بهذا وصلنا طبعا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.